السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يسلم خلال الشاشة المتميزة كوميونيكتيفي عبر اليوتيوب. سوف نقدم لكم في هذه الحصة عدة أنشطة خاصة بتعلم اللغة الألمانية للمبتدئين وكذلك الراغبين الذهاب إلى الديار الألمانية وكذلك تحدث والتواصل مع الألمان أو الناطقين بهذه اللغة. مرحبا بالجميع، سوف نواصل بعد قليل. مرحبا بالجميع، سوف نقدم لكم الآن بعض الأنشطة الخاصة بتعلم اللغة الألمانية لكي نتكلم بها ونتحدث بها مع الآخرين، خاصة الألمان وكذلك الناطقين باللغة الألمانية عبر العالم. سوف نقوم بتتمة الأنشطة السابقة. لدينا هذا النشاط. Lesen Sie die Nummernschilder. Lesen Sie die Nummernschilder. معنى قراءة هذه اللوائح السيارات. سوف نقوم بقراءة هذه اللوائح السيارات بشكل جيد. إذن هناك عدة لوائح سيارات، سوف نقوم بقراءتها بشكل متسلسل. اللائحة الأولى في E S K N 52. لائحة ثانية C L P J Epsilon 34. اللائحة الثالثة تيت في آ إس زيبيوند زفانتيك إف يو إكس تي أختيوند فيرتيك. التالية اس ها جي اي سي اينوند زبتك. التالي تي بي بي K M 83. anyway, B O R R Q U فينفيون نوينتينك ام تي كا كا ار زبتين ا او ار فاو ابسلون نويوند نويوند زكتك. ال او كا جي زولف اف اف بي او T 8 R O V S Epsilon nineteen.
لقد أتممنا قراءة هذه اللوائح الخاصة بالسيارات بألمانيا. إذا الآن سوف نتطرق إلى ألفابت ألمان أو الألفابت ألمان أو الأبجدي الألمانية. إليكم هذا النشاط، انتظرونا بعد قليل. الأبجدي الألمانية. A B C D E F G الأبجدية الألمانية A B C D E F G H I الأبجدية الألمانية A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V V X epsilon Z. سوف أعيد A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T O V V X Z E E U E E U. إذن في هذا النشاط الموالي فير 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 هات دي تليفون نوما فير هات دي تليفون نوما من لديه هذا الرقم التليفون أو رقم الهاتف. إذن لدينا عدة أشخاص هنا بهواتف مختلفة. سوف نقوم بقراءة هذه الكتابات ونتعرف على الشخص الذي لديه رقم هاتف معين. في أحد دي تليفون نوما. إذن سوف نقرأ هذه الكلمات عبارة عن أرقام. Vier, vier, fünfzehn, fünfzehn, achtunddreißig. Vier, fünfzehn, achtunddreißig. إذن فين كان موجود هذا الرقم الهاتف؟ Voilà. Carsten Andreas. Carsten Andreas. Dann سوف نكتب هنا اسم صاحب الهاتف.
Carsten, Familienname Andreas, Vorname. Alors, je vous sectionne 30 sectionne 60 sectionne 30 sectionne 60. فنظركم من صاحب هذا الرقم الهاتف؟ Voilà. Kirsch Walter. Kirsch Walter. كيرش فالتر هو صاحب هذا الرقم الهاتف الذي تلاحظون هنا. إذا لدينا رقم الموال فنفتك زبايوند أختك أينوند زبتك 50 zweiund 80 71 في نظركم فينا هو بالضبط هذا رقم الهاتف؟ voilà c'est Kerstin Egen Kerstin Egen. إذن رقم الموالي نوعين فنفتسك زبتين عينون دغيتسك نوعين فنفتسك زبتين 39 أنا فين بقول لكم هذا الرقم الهاتف 39 17 39 30. واسي Kirsten in Golf. Fünf, vierhundert, achtzig, null, sechs. Fünf, vierhundert, achtzig, null, sechs. Von der Konfinkin hat der Rahmen relativ fünf, vierhundert, wann? Sie kürzen der Cliff, wann? Kirsten Detlef van Kersen Detlef
Fun, c'est pas van, fun. Kirsten Detlef, fun. Von Kirsten. Fun, Kirsten Detlef, fun. Kirsten Andreas, Kirsten Detlef, fun. تعلم نفس الأسماء. كيرستن. كيرستن. Voilà. Vier, fünf Jund, fünfzig. Zweiundzwanzig, vier, fünfundfünfzig, zweiundzwanzig. Alors, venons là, comme. إذن في نظركم فين كاين بالضبط هاد النمرة التليفون؟ فيا فين فيوند فانفتيك زفايوند سفانسيك. فوالا سي كيرس تليغ ها روبرت دكتور. Kerstliga. Kerstliga. Kerst. Kerstel, Kerstel, ge. Kerstel, ge. Ah. Robert. دكتور كارست ليغا ها روبرت دكتور قلنا الرقم الأخير زيكس فينف زيبتيك زيكس فينف زيبتيك فينف يوند زفانتيك زيكس فينف يوند زيبتيك فينف يوند زفانتيك. في نظركم فين كاين هاد صاحب هاد رقم الهاتف؟ كيرسكي كلاوس يو هيتي. كيرسكي Klaus, you, Hetty, c'est ça. Kerski, Klaus, you, Hetty. إذن هادو هما أصحاب أرقام الهواتف الموجودة هنا، وهادو هما كتابة أعداد وكذلك الهواتف باللغة الألمانية. يجب عليكم أن تتدربوا جيدا على كتابة بالحروف هذه الأعداد الألمانية وكذلك النطق الجيد لها. إذن تتم هذه الأنشطة لدينا بيلدن زي زيت سافيدير بيلدن سافيدير فو كونستروير دي فراز سيت
Par exemple, 7 building. 7 building. Better building the 7. Better building the 7. لاحظوا جيدا الفرق ما بين 7 building. لدينا هنا افعال في المصدر ديالها في الانفينيتيف كما تنقولوا باللغة الفرنسية. بيلدن بوخ شتابيون سبيلن ليزن هورن إر جينسن إر جينسن شغاي شغايبن. كل هذه الأفعال في الانفينيتيف أو في المصدر ديالها سوف نقوم بكتابتها على الشكل التالي: بيتا أرجوك بيلدن زي زيت بيتا بيلدن زي زيت. Alors, langsam, buchstabieren. Langsam, buchstabieren. Alors, für Helens ist es nur, bitte buchstabieren Sie langsam. Pardon. Alors, bitte. Buchstabieren. 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 Sie. Langsam. Langsam. Pardon. Buchstabieren Sie langsam. Meine Buchstabieren Sie langsam. مثلا كنت في واحد المكتب وقلت لهم الاسم ديالك غادي تقولهم بحرف بحرف. مثلا كلاوس ك ال A O S بحال هاد التجا هي معنى بيش تابيرنزي معنى ايبولي باللغة الفرنسية تنقولو ايبولي ايبل تون نو سافيدير R O M A N رومان فهمتو. لأن هادي معنى بوش بوخش تابيرن اذا بيت بوش بوخش تابيرنزي لونغزام فتسمو هاد العبارة هادي معنى هي تهجر الاسم ديالك بيت Buchstabieren Sie langsam. Langsam meine Bibel. Langsam. Dialoge spielen. La même chose. Bitte. Spielen Sie. Bitte. Spielen Sie. Dialogue. Bitte spielen Sie Dialogue. Bitte spielen Sie Dialogue. Alors, on a ici listen. Spielen, mais jouer le dialogue. Elab, tour. Elab, le حوار. لزن بيتو لزن زي اقرأ أرجوك اقرأ بيتو بيتو لزن زي من أرجوك اقرأ لزن زي لزن زي لزن زي هو عبارة عن ضمير Bitte lesen Sie. C'est la même chose. Bitte spielen Sie Dialog.
Bitte spielen Sie Dialog. Dialog. Noch einmal hören. Noch einmal hören. Verhalle bitte. Hören Sie noch einmal. Hören Sie. Hören Sie. نستمع مرة أخرى. من هي استمع مرة أخرى. Einmal. Einmal من مرة أخرى. Encore une fois. Noch einmal. Encore une fois. Bitte hören Sie noch einmal. Einmal. Bitte hören Sie noch einmal. Monsieur, venons, c'est un mot. Pas d'interrogation. Pas d'exclamation. Ergisen Sie im Le Simara. Oh, chi. Matika. Bitte. Bitte Arjouk. Bitte Arjouk. Il faut que tu m'aimes un bitte. Et regardez, maintenant, il me a dit que c'est marrant. 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 Il me بلا ما تحتاجوا كاع شي مدرسه مثلا تمشيو من هنا زعماك من المغرب مثلا تقراو في شي مدرسه مثلا خاصه بتعلم اللغات اللي تتقى معكم غالي تبعوا غير هاد الفيديوهات في جو كومينيك تي في راه تقدروا تحصلوا على شي معلومات مفيده لكم. هذا هو الدور ديال هاد الانشطه اللي تنقترحها لكم من خلال الشاشه المتميزه جو كومينيك تي في لتعلم اللغات الحيه. الوغ بيت ايرغيزنزي ارغزنزي يملأ الفراغات. ديالوغ شرايبن معنى كتابة حوار. ديالوغ شرايبن بيت. Bitte schreiben Sie Dialoge. Bitte schreiben Sie Dialoge. Denn Sätze bilden, bitte bilden Sie Sätze, eine Queen, konstruieren eine Phrase. Langsam buchstabieren, meine bitte buchstabieren Sie langsam, meine Haul Tajab Tabtaduk al-Huruf, der Ism, der Ism, der Ism, der Ism, der Ism, der Ism, un peu trop difficile à écrire oralement. Buchstabieren, buchstabieren Sie bitte, buchstabieren Sie bitte. Oder bitte buchstabieren Sie langsam. Dialoge spielen, bitte spielen Sie Dialoge. Meine Elabe Hewar, lesen, meine Ekra. Bitte lesen Sie. Noch einmal hören, bitte hören Sie noch einmal. نستمع مرة أخرى. ارغزن زي بيتو ارغزن زي من إملاء الفراغات. ديالوغ شرايبن بيتو شرايبن زي ديالوغ. بيتو شرايبن زي ديالوغ معناها هي كتابة حوار.
سنواصل الأنشطة. لدينا النشاط الأخير. Schreiben Sie ein Telefongespräch. Schreiben Sie ein Telefongespräch. معنى كتابة حوار هاتفي. المتكلم لمن؟ Hallo, wer ist das bitte? Hallo. Wer ist das? Wer ist das bitte? Hallo, wer ist das bitte? المنين متكلم؟ Hallo, wer ist das bitte? منين متكلم؟ ليمان. ليمان؟ إذا نشت لمن؟ إزدا لمن؟ إزدا نشت زوايون زيبيون زيبتك فينفيون دراتيك دايون فيرتيك ناين ناين ماي نام Meine Nummer. Meine Nummer ist. Nein, meine Nummer ist 70 35 43. Pardon. Oh, Entschuldigung, Essif. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Äsif. Bitte, bitte, mach nichts. Ja,
أرجوك أرجوك لا داعي. بيتو ماخت نست ماخت ماخت ولا ماخت نيت ولا بارفو ماخت نيت ماخت نيت كنيك هذا هو الترتيب ديال الحوار الهاتفي اللي يجمع ما بين متكلم وعليه من ليمان. هالو فيس دابيتو ليمان ليمان إذا نشت زيبيون درا زيبيون زيبتيك فيفيون زيكسيك فيفيون درايون فيرتي ناين ماي نام إست زيبيون زيبتيش فيفيون درايتي Rayon fertig. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Bitte, bitte, mach nicht. تطرق اليوم إلى حصة جديدة من تعلم اللغة الألمانية للمبتدئين، خاصة هؤلاء الذين سيذهبون إلى الديار الألمانية، وكذلك محبين اللغة الألمانية التحدث بها والتواصل بها مع الألمان ومع الناطقين باللغة الألمانية. سوف نجدد الحصص اللاحقة إن شاء الله مع أنشطة جديدة ومتجددة عبر قناة جوكمنيك تي في عبر اليوتيوب. كان معكم يوسف دلال من هذه القناة، وشكرا لكم على الوفاء ديالكم والانتباه ديالكم، وأملي أنني سوف نحن جميعا سوف ننجح في هذه الخطوة دي لتعلم اللغة الألمانية بدون حاجة إلى مدارس لتعلم اللغات عبر اليوتيوب فقط. شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة من تعلم اللغة الألمانية عبر اليوتيوب عبر قناة جوكومنيك تي في لتعلم اللغات الحية. ميرسي، ثانك يو، دانكو شون.